لك بابا حطك براسه ومو ناوي خير. بعد ما مشيت عصب علي وبعدين اجى اخذ رقمك مني. لازم نلاقي حل قبل ما تكبر القصه اكثر من هيك. وشو الحل بقى؟ خلينا نفكر شو بدنا نعمل. اهم شيء اول فتره تسكر موبايلك. ها. ولا تظهر حوالين البيت. اه. واختفي وما تخلي حدا يشوفك. اه والله؟ يعني انا قصدي انه بس تهدى الاوضاع شوي، بنطلع نحن لعندهم وبنحاول نحكي معهم ونشرح لهم الامور. شكلك خايف علي كثير ولا انا غلطان؟ عم اعمل عمل انساني. لهيك جيتي لهون من الصبح وقبل ما تغسلي وشك. شو بده يجيبني لهون غير هيك؟ ما بعرف. انا في شي بعقلي ما عم بفهمه. وشو هالشي؟ يعني وكأنه انت بلشتي تحسي انك عم تعشقيني شوي. ها؟ يا الله، انا بشو هو بشو؟ انت ما رح تصير بني ادم، بتعرف معي؟ اذا بقيتي تعملي هيك ما رح صير. ليش شو عم اعمل انا؟ عطول بتجي لعندي لهون. استغفر الله، اذا انت حاببتيني احكي ولا تخافي. لك انت قديش؟ انه انت قديش مغرور وتافه كتير وسخيف وسطحي. ليكي اسمعي مني ولا تخلي هالحب محبوس جواتك، لانه رح يعمل لك ضغط نفسي بالاخر. يا الله دخيلك، انه شو جابني لعند هالمجنون؟ ليش ما رحت معها اخي؟ لا ما فيني روح، عندي شغل، بدي اشوف واحد. الله يخليك روح. لك هي بتحبك، بتحبك كتير. ايه خالي مزبوط، هي بتحبك كتير. روح الحقها يلا. خط يلا. لك روح يلا. يلا الحقها. لك شو اللي عم تعمله؟ ممكن تتركني؟ شو بكي حاضنك كرمال ما تبرد. تريك مالي برداني. بس أنا شفتك من شوي برداني. لك بعد بتركك بس بشرط واحد. وشو هالشرط؟ إذا بتوعديني إنه تقضي معي يوم كامل لآخر مرة. قلت لآخر مرة؟ لآخر مرة. بتعرفي كان الحق معك؟ ما عاد فيني روح على هداك البيت، ورح أعمل كل اللي بدك أعمله، ورح أسمع كلمتك دائما. ليكي قفلت موبايلي كمان، ولآخر مرة لحالنا يوم واحد. يلا يا الله يلا. لك اترك ايدي، ما بدي روح معك. شو هاد؟ انت جنيت على اخي. نسيتي اني مجنون؟ امشي بدون صوت. يا الله شو هالعالم هاي. وقف جود، اتركني. لك يا الله. السيارة مو إلك. إلي. لا طبعا مو إلي. طيب لكن من وين جبتها؟ والله استعرتها من رفيقي. بهالسرعة صار عندك رفقات كتير؟ ما صار لك شي جاي على اسطنبول؟ ايه يعني بالنهاية أنا إنسان قريب من القلب، وأغلب الناس بيحبوني وبيحبوا إنه يكونوا رفقاتي. أنت قريب من القلب؟ أي طبعاً قريب من القلب. قصدك بتحرق القلب؟ هيك قصدك تحكي ما؟ كأنك قاعدة عم تتمسخري علي؟ لا
اصلا كلماتك انت هي اللي بتحرق قلب الواحد. لك يا ريت، انت رصاصه ما بتخترقك ما شاء الله. لو حرقت لك قلبك ما كنت بهالحاله. شو بقى حالتي يا قمر؟ هذا اللي بدي اعرفه، انت شو قصتك؟ عايدة؟ تسمح لي بدقيقة إذا بتريد؟ رح تفوتي على الأوضة يلي بآخر الممر لو سمحتي. ماشي. شو عم تعمل هون كمان؟ علي هددني عايدة. علي بيك؟ تخانقت أنت وياه؟ بعت لي جماعته الزعران وهجموا علي كمان. شو هالتخريفات؟ شو اللي عم تقوله أنت؟ أنا اشتكيت على علي اليوم وقلت لهم إنك أنت بتعرفي. شو؟ ما في شي خطير، رح ياخدوا أقوالك، هذا كل شي. عايدة لازم تقولي لهم كل شي بتعرفيه عن علي، مفهوم؟ أنا ما رح أقول لهم أي شي، فهمت؟ رح أقول لهم إنه أنت واحد كذاب ومنافق لأنك غيران منه ورح تموت من القهر. عايدة هذا الرجال خطير، ممكن يأذيك إلك كمان. ابعد هيك، رح توقعي حالك بمشاكل. لك هذا الرجال عميلك عيونك. أصلا أنت اللي معمي على عيونك، لك صار لك 100 سنة وما حسيت إنه جيهان بتحبك كتير. بس يلا خليك عم تركض وراي. لك كل تيابي صارت مي بلا غلاظة، شو ما عم تفهم؟ حاسس حالي فرحان اليوم. يمكن من الطقس. لك لا، مو هيك، مو انتي موجودة معي. انا اسعد بنت موجودة على وش هالدنيا كلها. انت عن جد عم تحكي؟ لا طبعا مو جد. وليش بقى؟ اكيد في مقلب جديد ورا هالطلعه هي. انت على طول بتعمل هي القصص وانا مثل الهبله بينضحك علي وبصدقك وبالاخير انا بطلع على الغلط، بس هلا اتعودت. لا ليكي هالمره حكي حقيقي عن جد. اه لك انت ما بتعرف تغازل البنات؟ اكيد بعرف طبعا. مثلا هدول العيون حلوين لدرجه بتخلي اللي بيشوفهم يدوب. انت عايشة حياتك بكل هالبراءة وكل هالعفوية، بس حتى وانت ماشية بطريق مستقيم بتقعي، والمشكلة انه وقعاتك بتلبقلي. انت بنت دافية كتير وقادرة انك تدوبي أقسى القلوب. انت حدا شفاف لدرجة انه الواحد ما بيصخى يأذيكي بنوم. جيهان الانسان اللي بيشوفك وما بيحبك اكيد بيكون حدا غبي واعمى. الو ايه عروة؟ وينك انت جيهان؟ طلعت من البيت عندي مشوار. لازم نحكي انا وياك بشي ضروري. ايه خلص لكن منحكي المسا. عم قلك ضروري كتير جيهان لو سمحتي. عروة بصراحة انا كتير بعيدة عن البيت.
طيب خلاص أنا بيجي لعندك، لا تاكلي هم. عرفت وين جاي. أنت وعدتيني ما هيك؟ أنه نقضي اليوم مع بعضنا، أنا وأنت، ما حدا معنا. قال أنه لازم يحكي معي بموضوع كتير ضروري. عم قلك صوته كان متوتر. استنى جود. لك لوين رايح جود؟ وقف انتظرني، شو صار له جود؟ إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. يا الله، كم مرة بدي اعتذر منك لترضى؟ كرمالي احكي معي ولا تسكت. خلص ما لا نهاية الدنيا، بنرجع بنطلع لحالنا غير مرة. جود أنا بحب إنه نكون لحالنا، بس أحياناً بتصير شغلات بتجبرني إني أعتذر منك. اسمعني شو بدي أقولك. تعتبر عروة مثل أخوك ما؟ هو عم بيقول في عنده مشكلة، لما يجي رح نسمعه أنا وياك ويمكن نلاقي له حل وخلاص. جود ما رح تحكي ولا كلمة. تمام. أنا كمان بقدر إني أنزل وغرق حالي. يعني أنت مو ناوي إنك تحكي معي؟ أنت بدك هالشي؟ شو كيف بلشت تحكي معي؟ لك خلص، شو عم تعملي يا بنت؟ لا تكملي أحسن ما أزيكي. ها والله موتتني من الرعبة يا سيد جود. تعي تعي. شكلي قاطعتكم ما؟ لا اصلا ما عم نعمل شي، بس وقعنا. على فكرة انا ميتة من جوعي، في هونيك مطعم سمك بياخد العقل، اذا بدك مناكل شي وهيك منحكي بالموضوع شوي. يلا الحقني. يعطيك العافية فتون خانم. أهلين تحسين. لازم نبخ بسرعة هدول الشجرات، الوراق حالتهم كتير سيئة. محلولة ولا يهمك. ليك عفوا من حضرتك فتون خانم، أنا كنت حابب أسألك سؤال. إنه هذا جود، تعرفي لي وين بيته أو وين ساكن؟
لا ما بعرفه، بس منى بتعرفه، ليش عم تسأل عنه؟ بدي حاكي. وبشو رح تحاكي؟ علاقته هو وجيهان مانا عاجبتني بصراحة، بدي قل له انه يبعد عن بنتي وما يحكي معها. ليش هيك؟ جود انسان كتير منيح ومانه من النوع اللي بيأذي حدا. انت ما حبيته؟ ما فهمت، ما حبيته ابدا. ماشي، هو شاب غريب شوي بس قلبه كتير نظيف، وانت كمان بتعرف منيح قديش فادنا وخدمنا. كم مرة لقى عروة ورجعه على البيت. ورغم هيك انا حابب احكي معه. انت اب طبعا وبتحب انه تحمي بنتك منه، بس لا تقلق ابدا، جود ما ممكن يضر جيهان ابدا، انا واثقة من اللي عم قوله. حضرتك واثقة بس انا لازم. وبصراحة اكتر انا شكلي حبيته لهذا الشاب وكأنه ابني. صدقني جود كتير منيح. ليك رح اغسل ايدي واجي. بعد شوي. بصراحة إذا حكيت معك إلك بالأول بيكون أفضل، وبالنهاية أنت شخص مثل أخي، ما هيك؟ قل لي شو مشكلتك؟ جيهان طلعت بتحبني، عايدة اللي خبرتني، التقينا بالمخفر الصبح، يعني ما صدقت طبعا، بس شوف جيهان وأحكي بهالموضوع. أنا ملاحظ العلاقة اللي بيناتكم، جيت كرمالة من ألمانيا وأنتوا اتنين بتحترموا بعض. أنا أول ما سمعت هالحكي تلخبط مخي كتير. برأيي أنه أنت تحكي مع جيهان بهذا الموضوع. وهذا رأيي. طيب ممكن تتركنا لحالنا؟ ليش رح جود شبه؟ تركنا انفراد لحتى نحكي براحتنا. عادي. شو الموضوع؟ انت بتحبيني شي؟ حكي هاد، مين الغبي اللي قال لك يا؟ مو مهم مين قال لي، جاوبيني بتحبيني شي؟ لا طبعا، مو معقول هذا الشي. شو هاد اللي عم تعمله؟ لكن ليش قلبك عم يدق وكأنه رح يطلع من مكانه؟ اجاني تليفون وراجع على اسطنبول. انا كمان جاي، بينشغل بالهم علي هلا. جيهان. ايه انا بوصلك معي. لا انا بروح مع جود احسن. قلت لك بوصلك. البنت قالت لك بدها ترجع معي. شو هالخاتم هاد؟ لمين بده يكون؟ شكراً كتير إلك. بعرف إنه ما حدا حكى معك لأنه أصلاً موبايلك مسكر. كذبت عليه لتنقذني من هالموقف، صرت مساعدني كتير عن جد، شكراً جود. ما في لزوم. أنا رغم هيك لازم تدافعي عن حالك، ما فيني كون جنبك عطول. واحفظي هالحكي منيح يا أمراس يابس.
يعني صير اعملي اللي بتحبيه وبس، لا تخبي. شو القصة، رجع الوحش اللي جواتك طلع؟ هاتي لشوف قلي لي، انت بتحبيه لعروة ولا لا؟ ليش شو له علاقة عروة بحديثنا هذا؟ معناتها عروة لساته بقلبك ومانك قدرانة تطالعيه، لساتك بتحبيه له صح؟ جود لا تعيط علي ابدا. اسمح جاوبيني على سؤالي. معناها اسأل سؤال مثل العالم لجاوبك عليه. انا سألت وناطر الجواب. جود، جود على مهلك. جود شو اللي عم تعمله؟ رح تقتلني وتقتل حالك. جاوبيني فورا، بتحبيه لعروة ولا لا؟ انا ما بعرف، ما بعرف، تمام؟ ما بعرف. جود هدي شوي. لك جاوبيني مثل العالم. ما بعرف، ما بعرف. ماشي، ما بعرف. قلتلك انت واحد مريض اصلا. يا متخلف. حبيبي وينك؟ أمي. خاتم. لقيت خاتمي. لا بقى تطالعي من رقبتك بالمرة، ماشي؟ برافو عليك حبيبي. لا خاتم أمه. شوفي كيف خالي ما بيشلحه من رقبته بنوب. انتي كمان لا تشلحي. ما رح اشلحه ابدا، وعد. يعطيك العافية. تفضل. عم دور على صبية اسمها أمينة لو سمحت، وعلى العم حقي يلي مربيها. هدول انتقلوا من هون من زمان يا أخي. ما في حدا هون؟ مرحبا يا بنتي، أنا جاي أسأل عن جود، هو بالبيت شي؟ لا ما أنا هون. أنتي شو بتقربي؟ أنا أخت لجود. معناها أنتي أمينة ما؟ طيب مين أنت؟ أنا صديق قديم لأخوك جود. جود مو هون، راح هو. طيب تعرفي لي لوين راح شي يا بنتي؟ ايه راح منشان يلحق جيهان. الو جيهان، انت وينك؟ انا مع عايدة بابا. لا تكسبي علي، انا بعرف انك انت وجود مع بعض. لا بابا، شو بدي اكون عم اعمل انا وجود يعني؟ اسمعيني منيح، شو ما كنت عم تعملي بتتركي وبتجي على البيت فورا، رح كون ناطرك. ممتاز والله، الامور صارت بتطير العقل. كبي يلا.
عم اقول لك اركبي. انت مجنون 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 وانا ما بتعاطى مع مجانين. لا لك اتركني عم اقول لك اتركني. عم توجعني ترك ايدي رح حياته لما عليك الناس. ها ساعدوني. لا تعيطي. ساعدوني قلت لك اركبي ولا تعيطي. انت شو عم تعملي؟ ماني راكبه بسيارتك وماني متحركه لمكانه. بدي ضل هون. طيب ماشي وانا بدي اقعد جنبك. تفضلي فتون خانم. يسلموا حبيبتي. صحتين وهنا. فتون خانم شوفي هذا ممكن يكون لعروة. لشو هاد؟ خاتم لقيته أنا عم نظف. هاتي لشوف. ما هيك؟ يا سلام وكاتبين أسماءنا إلى فتون. رح يحمل اسمي معه. أنا مبسوطة وطاير عقلي تحسين. أول ما حيعرف إني حامل أكيد رح نتجوز فورا. بس ممدوح أصلا متزوج. أنا برأيي لا تتأملي فتون خانم. بس ممدوح بيحبني إلي ورح يطلق مرته أكيد مشان يتجوزني إلي. حضرتك منيحة؟ آسيا أنت فيك تروحي هلا. من غيرتي عليك تصرفت معك هيك. شو؟ لأني غيرت عليك تصرفت هيك مو مفهوم؟ يعني أنت بتحبني لهالدرجة هاي؟ طيب أنت مين بتحبي؟ السكوت كمان عبارة عن جواب. نعم فتون خانم. فيني أعرف أنت شو عم تخبص؟ ما فهمت قصدك. الخاتم، لقيت الخاتم. من وين إجا هذا الخاتم؟ بدي أعرف هلأ أو فورا. عفوا خاتم شو؟ تعال هون بسرعة بدي أحكي أنا وياك.
إذا بقيتي عم تطلعي فيني بهي الطريقة رح أتأكد إنك بتحبيني. إيه بس أنا ما عم أطلع فيك. ليكك عم تطلعي شو بكي؟ يا الله منك، ما عم أطلع بنوب، عم أطلع بالطوق تبعك. وينه؟ جود؟ جود عمهلك رح تعمل حادث هلأ، شو عم تعمل أنت؟ لك وين راح الخاتم؟ وقف اهدى شوي روق، شكله الخاتم غالي كتير على قلبك، يعني هو من حبيبتك القديمة يلي كنت تحبها ما؟ لا من أمي، الشي الوحيد اللي بيقيلي منها يا الله. طيب ليك هلأ منلاقيه أنا وياك. يعني وين بتتخيل وقعته يا ترى؟ طيب كنت لابسه اليوم؟ يعني ما بعرف. طيب أنت بتتذكر أنه كان برقبتك آخر ما بعرف بنوب. طيب تمام روق شوي، خلينا نرجع، بتكون وقعته على شط البحر أو شي مثلا. اهدى شوي اهدى شوي رح نلاقيه خلاص. مرحبا يا خانم. هذا الخاتم من وين طلع؟ شو عم يعمل معك قول؟ صدقيني ما عندي خبر بالقصة. لا تلف وتدور تحسين، أنا كاببته لهذا الخاتم من سنين، كيف هيك ليظهر قدامي بدون ما أعرف مين جابه؟ أنا خبيته. شو قصدك خبيته؟ شو عم تحاول تعمل؟ يلا حكي لي. أنا آسف بس ما عملت شي مو منيح يا مدام. قصدك ترجعني للتجارب القاسية القديمة هذه اللي بتقصده؟ أنا ما بعمل شي ضايق حضرتك صدقيني. أنا كل أحزاني القديمة محيتهم تحسين، بس بسببك رجعت أتذكر وعاني منهم من أول وجديد. بس أنا ما كان هدفي ولا بأي وقت أني زعلك. أنا كنت نسياني كل هالذكريات هي، بس هلأ الله يلعن هالذكرى. فتون خانم أنا طلع. بس أنا يا مدام تحسين روح هلأ، ما بدي أسمع ولا كلمة. واخفي لهذا الخاتم. خلص اتركوا اتركوا محله. جود ليك دورنا بكل مكان وما لقينا شي. لا تاكل هم شي ماشي؟ يعني ممكن تكون موقعه بالبيت. اكيد بتكون موقعه بالبيت، حتى ممكن امينه تكون ملاقيته وناطرتك لترجع. بابا ليك انا لازم فوت على البيت فورا، بس ما بدي اياك تزعل ماشي؟ يعني رح نلاقي خاتمك، لا تاكل هم. بدي اقول لك شغله، صحيح نحن مرقنا بظروف صعبه شوي، بس انا قضيت يوم حلو معك. ايه وانا كمان جود، لما قلت لي انه نقضي يوم كامل لاخر مره ما كنت عم تحكي عن جد، ما هيك؟ وارد ممكن. احيانا بتكون شخص كتير معقد وما بفهمه. بشوفك بكره.
جيهان وين كنتي لهذا الوقت؟ كم ساعة لي متصل فيكي؟ بابا ممكن تسمعني بس دقيقة في مجال؟ شو بدي اسمع يا بنتي؟ أنا ما قلت لك ما بقى بدي إياكي تشوفي لهذا الشاب؟ بابا ما في شي بنوب، نحن رحنا مشوار ورجعنا. قدامي بابا بدي إياك تسمعني بس دقيقة لو سمحت. بابا بابا عم توجع لي إيدي شوي شوي. لا 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 أمي لا، شو ما بحاول أعمل ما في فائدة بالمرة، لساتن إيدي ناشفين وقاسين كتير. إيه طبعا إذا بكون كل النهار قاعدة عم بمسح وإجلي بالمي والمنظفات هيك بدهم يكونوا. أوف إمتى بدي أخلص من الخدمة يا ربي؟ أنتي عم تحاولي تكوني مثل فتون خانم، والمصاري اللي عم تصرفيهم على الكريمات ما بتفيدك أبدا. هاي أنا عم بنصحك. اسكتي وليه؟ أصلا ما في شي بيريحني مثل الكريمات. خلص وليه؟ إذا بتضحكي بقتلك، بموتك يا بنت، والله بموتك يا فصعونة، بموتك. ها؟ واتصلي بأخوكي كمان شوفي وينه لهلا. ها؟ آسيا، هاي البنت ما بقى مسموح تطلع لبرات البيت خطوة واحدة، ولا حتى برات باب أوضتها. شوفي تحسين شو هالعصبية كلها؟ لبرا ما إلها طلعة وبس. بابا، ماني مستوعبة ليش متضايق من علاقتي بجود كل هالقد، فهمني. اسمعيني، أنا قلتلك ما تشوفي لهذا الشاب وشفتيه. كذبت علي وما رديتي. تحسين اهدى شوي وطول بالك. بابا جود شاب منيح ومستحيل انه يأذي حدا بنوب، حتى انت اذا بتعرفه رح تحبه كتير. خلاصي، حتى اسمه لهذا الشاب ما بدي يذكر بالبيت قدامي، وإلا صدقيني بعدين ما بيحصل خير. قولي اللي بدك تقوله، انا رح شوفه. بابا عم تقللي ادب يا بنت، يا قليلة الترباية. تحسين ان شاء الله. ماما صار لك شي؟ امي ردي، انت منيحة؟ أمي أمي اطلعي فيني، أمي صار لك شيء قليلي؟ لا ما صار لي شيء بنوب، خلاص لا تخافوا أنا منيحة. أمي حبيبتي جيب لك تلج. ما ضربني بنتي، أنا منيحة شبكي، تمام أنا منيحة. يا رب شو اللي عم بيصير مع هالرجال؟ أصلاً أنت اللي معني على عيونها، لك صار لك 100 سنة وما حسيت أنه جيهان بتحبك كتير. بس يلا خليك عم تركض وراي. شو اللي عم يصير بهالبيت يا الكل؟ وشو هون عم تنقط سم؟ لك شو في يا بنت؟ عطيني موبايلك. بابا قالوا نعم. جيهان لازم شوفك ضروري. عايدة حبيبتي حاسة حالي ماني منيحة كتير، فينا نحكي بعدين؟ جيهان مشان الله اسمعيني بس شوي، بعرف اني غلطت وما كان لازم قله انك بتحبي، بس وصلت الامور لهون وزلقت بالحكي قدامه. انتي اذيتيني كتير. من امبارح المسا وانا عم اطلع بصورنا
أنا تعبانة ومالي خلق للحكي. يلا قولي لي إنك بتحبيني جيهان لو سمحتي. جيهان ممكن تقعدي؟ بهالطريقة ما بنقدر نكمل الحديث. جيهان نحن كبرنا سوا، يعني انت مثل اختي تماما. كيف قدرت تفكري فيني بهالطريقة؟ أكيد عايدة لهذا السبب عم تهرب مني. هي كل مشكلتك ما هي؟ بكفي بقى، أنا مليت كتير. أنا كمان مليت. خلاص كوميديا جيهان وعروة رح تنتهي. دافعت عنك كل هالفترة، دافعت عنك قدام أمي والكل، بس هلأ شو ممكن قلهم؟ قلهم عندكن حق جيهان نيتها مثل ما قلتوا بالضبط؟